بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا مع درس الرياضيات الجمع والطرح. قالت عائشة: لإيجاد العدد الموجود وراء الفراشة يجب إنجاز عملية جمع وعملية طرح. إذا لدينا العدد يختبئ وراء الفراشة، هذا العدد زائد 275 يساوي 508 زائد 392. إذا هنا لدينا متساوية، هذه متساوية فيها طرفين، هذا الطرف يساوي هذا الطرف، متساوية إينيغاليتي، مثل الميزان، مثل الميزان في حالة التوازن، يعني هذه الكفة تساوي الكفة، الميزان ذو كفتين أو ما يعرف باسم ميزان روبيرتا. إذا هذا الطرف من هذا المجموع سوف يساوي هذا المجموع. إذا لنحسب 508 زائد 392، 508 الوحدات تحت الوحدات، عشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، نحسب هذا المجموع. 8 زائد 12 اكتب الصفر احتفظ بواحد في العمود الموالي. 9 زائد 11 مرة أخرى اكتب صفر احتفظ بواحد. 5 زائد 3 8 واحتفاظ هو 9. إذا هذا الطرف يساوي 900، هذا المجموع هنا 900، أيضا هذا المجموع سوف يساوي 900. إذا لدينا طريقتان لإيجاد العدد الذي يختبئ وراء الفراشة، إما الجمع بالإكمال أو عملية طرح مباشرة. الجمع بالإكمال هكذا: 275 زائد العدد لا نعرفه، المهم المجموع 900، ثم نبحث عن هذا العدد بطريقة الجمع بالإكمال. 5 زائد ماذا نجد؟ صفر، لا يمكن، هذا ليس صفر وإنما 10. 5 زائد 5 10، أكتب الصفر احتفظ بواحد. 7 زائد احتفاظ 8، كم أضيف لأجل 10؟ أضيف 2. إذا 7 9 احتفاظ 10، أكتب الصفر احتفظ بواحد. 2 زائد 1 3 4 5 6 7 8 9، يعني أضيف 6. إذا العدد الذي يختبئ وراء الفراشة هو العدد 625، 625 أو مباشرة بالطرح. هذا الطرف 900 ناقص 275 نجد هذا العدد. سأعطي مثالا بسيطا جدا، مثلا نبحث عن عدد إذا أضفنا إليه مثلا 4 يساوي مثلا 7 زائد 1 للتبسيط. إذا هنا لدينا 7 زائد 1 8، 8 ناقص 4 4، نتأكد 4 زائد 4 تساوي 7 زائد 1 تساوي 8. قلنا لدينا متساوية، الآن الطريقة الثانية عملية الطرح. هذا الطرف 900 ناقص هذا الحد، نجد العدد الذي تخبئه هذه الفراشة. إذا طرف آخر 900 ناقص 275 سوف نجد العدد الذي يختبئ وراء الفراشة. إذا دائما في عملية الطرح العدد الأكبر في الأعلى والعدد الأصغر في الأسفل، ونحترم الوضع. 0 ناقص 5 لا يمكن، أضيف 10 أضيف 1 فالفرق لا يتغير، أضيف 10 هنا نزيد 10، 0 زائد 10 و10 أمامنا، هنا فوقه 7 زائد 1 8. العدد في الأعلى أضفت إليه 10 وحدات، والعدد في الأسفل أضفت إليه عمود، والعمود يعني 10 واحدة، فالفرق لا يتغير. إذا 10 ناقص 5، 10 ناقص 5، 10 أنقص 5 بقي 5. 0 ناقص 8 لا يمكن، مرة أخرى أضيف 10 أضيف 1 فالفرق لا يتغير، 10 ناقص 8، 10 ناقص 8، 10 أصابع ناقص 8، 5 6 7 8، بقي 2. هذا العدد هنا 3 و 9 ناقص 3، 9 أصابع ناقص 3، الباقي 6. العدد الذي يختبئ وراء الفراشة هو العدد 625، 625.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على